في خطوة تانية، خطوة واحدة هو انه يكمل هالبطل بيجين تنظيف لبنان من اخر فلسطيني. هذا المطلب اللي بده اياه لبنان. اذا هالامر هذا ما تم انا بكون تعيس والشعب اللبناني بيكون تعيس معي. اول ما فات الجيش الاسرائيلياني على لبنان كان لازم كل لبناني يقوم يقاتل معه. انا لو انه عندي تنظيم حربي هلا بقوم بقاتل مع الجيش الاسرائيلي وما بخلي الجيش الاسرائيلي. انا بجريدتي اليوم انا وعم بشكر الجيش الاسرائيلي بعنوان اسرائيل عنا بهالافتتاحيه، انا وعم بكتب بقول انا مبسوط لسببين، لانه هالجيش عم يخلصنا ولانه بيجن عم بيخلص العالم وعم يسحق الراس الحي اللي اسمه الارهاب. هلا بحكي لك عنه هيك، بس بقول انا زعلان لانه مش نحن اللي عم نخلص لبنان مع الاسرائيليين من هالوسخه اللي اسمها العنصريه الدمويه الفلسطينيه اللي حصل كده الارهاب العالم. وليه حصل كده انه اللبنانيين ما اشتركوش في العمليه؟ انا بعتقد انه في كم سياسي منزوعين بلبنان واكثرهم بالحكم هن اللي خلوا الشعب اللبناني يشترك. الشعب اللبناني بهالحرب عمل حرب حلوة ضد الفلسطينية، إنما كيس عرفات مرات هذا عمل نصب، عمل ابتزاز هايل على دول البترول ومعه شي 70 مليار. هذا اشترى بهاليومين زعمات بأوروبا وبأمريكا حتى تمشي ضدكم، حتى تقول إنه هالجيش الجاي يخلص لبنان هذا جيش غزو. اللي بيقول جيش غزو بده أسراف. أنا باسم كل لبنان بقول لك هذا الوحيد الجيش الخلاص.